إن عملنا في مؤتمر الأطراف أدى إلى تحول كبير في ضمير الإنسانية وفي مسار التنمية البشرية. انتقلت عقولنا من الأبحاث ثم إلى الفهم ثم إلى الاتفاق على خطة. وسأقتبس من الكاتب العظيم نجيب محفوظ: يمكنك أن تقيس مدى ذكاء الشخص بناء على إجاباته، وتختبر مدى حكمته بأسئلته التي يطرحها. هكذا قال نجيب محفوظ: وقد أظهرنا أفضل ما في الحكمة البشرية بطرح الأسئلة المناسبة. والآن علينا أن نعرف ما ينبغي فعله من الجميع وفي كل مكان وفي كل يوم. فيجب على الجميع أن يفعل كل ما في وسعه. الزملاء الأعزاء، لقد حان الوقت للعمل. شكراً.